عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اننا نعيش اجواء بطولات النخبة او البطولات الخارجية من حيث اربعة لقاءات على التوالي سوف تقام على هذه الصالة. والتصدي للاسد محمد السالم، هنا حسين الصياد، وناصب على لي احاديث مطولة مع المدرب الوطني عبد المنعم هلال، وهنا الهدف الاول، هدف اول لصاد. بالتالي لديه اربع نقاط وهو يقع في المركز التاسع امام نادي الخليج، هو صاحب الصدارة. الله على هذا الهدف، كبيرة يوم الاثنين القادم، بينما الترجي سوف يواجه القارة. اذا هنا الان التصدي لناصر الضامن، فن الذي لا زال يتناقل في كل المجالس الرياضية، الكل يتحدث عن الفن والابداع والمهارة لمنصور السيهاتي على تنفيذ رمية سبعة امتار في هذه اللحظات. هذا منصور، اسأل الى الكابتن ناصر الضامن. على كل حال اذا هنا محاولة ثلاثة او اثنين واحد، وهدف الان داخل بقوة، يعني كأن في كرة القدم يقولون عن الضغط العالي، والسجال عبد الرزاق يضيع فرصة. حسن التريكي ايضا ينتظرون الامداد، كرة على مستوى الجناح، ماجد ابو الرحي يعود، واي عودة لهذا اللاعب ماجد. عبصر بنيمانيا، نيمانيا يلعب الان، محاولة من جديد الى حسين الصياد. حسين الصياد من هو ستايلاته غريبة عجيبة. هنا يا سلام يا ناصر يا الضامن، الان الى حسين الصياد. حسين الصياد يلعب الى نيمانيا، رهيب علي ماجد ابو الرحي، يلعب الى برونو لالكسندر بارباش، وتقليص النتيجه اربعه مقابل. اسبوع جميله وقضاء اوقات سعيده في كره اليد السعوديه. وهدف الان، هدف الان لصادق المحسن. اليوم صادق المحسن بعنفوان الكبار، ويا سلام من اللاعب علي ماجد ابو الرحي على حسين الصياد لايقاف مصدر الخطوره في الهجوم من نادي الخليج. يواجه منصور السيهاتي، يا سلام. حسن تريكي اجبر مدربي الفرق الاخرى، يا سلام يا امين جدا. هنا تعود الامور لالكسندر بارباش، مجتبى الفردان، صادق يتحول، يا سلام يا اخي كيف تفكر. الى التشكيل من جديد، علي ماجد الى برونو، والتصدي لمحمد السالم، يبحث عن توزيع المجهودات للاعبين. وهنا الان صادق المحسن يسجل الاهداف الصعبه من خلال هذا الاختراق الجميل، هو الكسندر بارباش. منير المدن الان، لكن في الشباك الجانبيه تتحول الى امتار. عارف اخوان عاليا، وكأنه بالتالي هو جدول الاسبوع دائما يتضمن لقاءات كرة اليد. وهنا الان برونو بدأ المحرك يعمل، يا برونو يا الله، وكأنه العلوية هذا اللاعب، يا السلام على الصناعة. وبرهون الماء يضيع الفرصة في القائم دون عن انقاذ السفينة الترجاوية في هذه، يا السلام على التمويه، ولكن محمد السالم يخطئ المكان. ماذا يحدث في اللقطة؟ يلعب الان الكسندر بارباش، مجتبى الفردان، وكرة تضيع. كانت فرص كثيرة لعودة الترجي لهذا اللقاء. ماجد ابو الرحي كبير، منصة يصفقون، تعود الان من جديد، والمحاولة والكرة الضائعة الان هي مفتوحة. وهنا الان الى مجتبى الفردان، مجتبى الان مواليد 2004، هذا اللاعب الى صادق المحسن، يسجل صادق المحسن من جديد. صادق ايضا 12 نقطة بعد انتصاره في المباراة الأولى. وحسن التريكي أدى هذه اللعبة سواء من خلف الشاشة أو داخل الصالة. وهنا الآن الهدف، برونو ألاحظ حسن حميد يعود على مستوى الجناح، وتضيع الكرة في العارضة، ورمية سبعة أمتار قبل قليل. هنا حسن التريكي، يا الله، أحد الأوقات. هنا الآن كرة إلى مجتبى الفردان يوسف. الخليجي اللي يلعب الآن بدون حارس، يلعب إلى منصور، والاختراق لمدية. بعض اللاعبين القدامى يتمنون أنهم عاشوا في هذا الزمن.
نظرا على برونو تفاريس يسجل هذا الهدف. برونو نيمانيا يدخل الآن. حسين الصياد وناصر الضامن. ناصر الضامن أبو حسين مقدم مباراة كبيرة، ويا سلام على كرة جهاد السيئات لناصر الضامن. يا عين عيني يا الخليجي، إذا أراد أن يقلص النتيجة يا عيني وعقوبة أيضا، عقوبة أعتقد بدوره يتحول إلى الهجوم السريع والاندفاع نحو المساحات الفارغة. إذن منير مدني البطاقة الحمراء لجهاد السيهات في الشوط الأول، وخروج علي الإبراهيم بداعي الإصابة. برونو الآن يسجل، عائد إلى المنصات من جديد بعد تحقيق بطولة الكأس في العام الماضي وتحقيق بطولة السوبر ودورة الألعاب السعودية. وهنا الآن أمتار لحسن التريكي. حسن التريكي يبحث عن المرمى. هذا حسن، يا سلام، نادي القارة في الأحساء، فريق اللي مر أكيد بمجموعة من اللقاءات والبطولات. وهنا الآن التصدي. محمد السالم دائما هو يحافظ على سلامة المرمى، يحافظ على السلامة، والسيفتي مطلوب على نادي الترجي. منصور السيهاتي ورمية سبعة أمتار، يا سلام على خطأ الآن. تعود من جديد لحسن التريكي إلى علي المسكين، طامح بكل تأكيد لإعادة الأمور لبحارة الترجي أمام الدانة. يا سلام على الأسيست، الله على الإنهاء. أيمن إلى ألكسندر بارباش، يلعب إلى برونو قرار، ويا السلام، الله على الصناعة. اللاعب المميز في تسليم الكرات بطريقة خاصة حسين الصياد. الآن إلى نيمانيا، والتصدي لعبد الله شريف. هنا الآن إلى حسن المقبل يشارك في هذه اللحظات. إلى برونو يا سلام يسجل في هذه اللحظات. 14 مقابل 14، عودة ترجاوية قوية. ولا تقول هونا، تولى عبادي وصرسة. هنا الآن محاولة، يا سلام على علي المسكين، يا سلام على هذا الدفاع. هدف مهم للدانا، 16 مقابل 14، هدفين مهمين أكيد بخطف الكرات على مستوى الدفاع. وسلمان آل سالم في بطولة السوبر جلوب، ثم دورة الألعاب السعودية، وأيضا شاهد الترجي في دورة الألعاب السعودية، ثم هذه البطولة. وهنا الآن عقوبات، وبالتالي راح نشاهد. لكن الترجي يلعب بدون حارس، يلعب بسبعة مهاجمين في هذه اللحظات. يا سلام يا عبد المنعم آل هلال. وهذا الهدف الآن من برونو، وتقليص النتيجة 17 وصادق المحسن. هنا الآن سلمان يلعب إلى برونو يلعب إلى ألكسندر. رهيب هذا الحارس، كمية ثقة. إذن تتواصل المحاولات الآن لبرونو. ثلاث صالات في المملكة العربية السعودية بنفس هذا الشكل وبنفس هذا الديزاين في الدمام والرياض وجدة. إذن هنا الآن عبد الله شريف من رمية سبعة أمتار مع حسن التريكي الآن. وجه الشرقاوية اللي جالسة بصراحة تنور الصالة، وجماهير رايحة وجماهير جاية. هنا الآن محاولة، كرة على مستوى الجناح، يا السلام. من التعادل 18 مقابل 17، حسين الصياد يهوش، يلعب الآن، يا السلام. تعود الآن إلى منير مدن يلعب إلى علي ماجد أبو الرحي، كرة على مستوى الجناح لحسين الصياد، إشارة تحذير باللعب السلبي. خلاص لديه عدة تمريرات الآن ومحاولات مع حسين الصياد. منير مدن يلعب إلى علي ماجد أبو الرحي، علي أبو الرحي، يا سلام على الصناعة. أوبا، والتصدي الآن. سكور بصراحة منخفض في هذا اللقاء، قلت الأهداف بشكل واضح في هذه المواجهة، قلة للآلة في هذه الصالة. ورمية سبعة أمتار مع حسن التريكي الآن. التريكي، يا الله على لحظات مهمة الآن. الترجي يبحث عن أي منفذ مثل هذا المنفذ تماماً،
برونو يسجل. حاولت تتواصل مع صادق المحسن إلى جواد جفال لحسين الصياد. الصياد يو بصراحة أيضا إنهاء جميل وفرق الثلاثة أهداف. تعود الآن الكرة على مستوى الجناح لمجتبى الفردان لتعويض ما فرق. اللعب السلبي محاولة أكيد خلجاوية لتسجيل الهدف وضمان تسجيل الهدف الآن في هذه اللحظات بوجود صادق. يا الله أحسن يا عين عيني على هذا اللاعب، يا عيني على هذه الكرة الخاطفة من هذا اللاعب. كرة على مستوى الجناح. الله أسد ظهر في الملعب. يا الله يا يا ومع طبعا نادي النور. وهنا الآن محاولة لبرونو لأيمن الغزوي. يا الله تنشد عن الحال. هذا هو الحال هنا الآن. يا السلام للمسؤولين ارتفاع الحماس. كل هذا بفضل وجود العامل هذا عامل الجمهور. وهنا التصدي. الله على نهاية الأمور. الخليج يبحث عن الوصول للنقطة 14 والترجي يبحث عن الانتصار الثالث. الله عليك الله عليك يا برون. عامل شوية تخزين للمجهود وتوزيع للمجهود. هنا الآن صادق. يا الله أنه عداء في ألعاب القوى. وهنا الآن صناعة من ألكسندر خاطئة. سلام اشترى في كرة اليد. يا لها من لحظات 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 لا تقدر بثمن. لا 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 يا محمد يا سالم خلص الكلام خلص الكلام. الرابعة عشر هنا الآن الثواني الأخيرة. حسين الصيد